برنامج نضالي لاستراتو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، كنشدو اليوم وقفة احتجاجية على صعيد المديريات في المغرب. الوقفات ولا البرنامج النضالي ديالنا هو رد فعل احتجاجي على ما جاء في النظام الأساسي الجديد اللي جابته الوزارة لنا. هو واحد النظام الأساسي اللي عنوانه إخراج ونقل الشغيلة التعليمية خارج النظام الأساسي للوظيفة العمومية ديال 58. هو نظام أساسي عنوانه الإجهاز على كافة المكتسبات والحقوق اللي كانوا في النظام الأساسي القديم ديال قطاع التعليم، على رأسهم الترقية وتغيير الإطار ومجموعة من الحقوق. كذلك عنوان هذا النظام الأساسي هو مقاربة عقابية أكثر منها تحفيزية، صفحات وصفحات من العقوبات عوض تحفيز الأستاذ بترقيات وبزيادات وبتعويضات اللي هي حق وليست إعانة ولا مساعدة ولا صدقة، هي حق من حقوق الأستاذ. ما دامت الدولة تزيد في الأسعار والغلاء مستمر، فمن حقنا كأستاذ في التعليم وكذلك بقية يعني القطاعات الأخرى أنها تكون الزيادة في الأجور هو حق وليس صدقة. بالنسبة للتلاميذ، إلا كان شي مكون في هذه المنظومة التعليمية في هذه الوزارة ولا في هذا المغرب اللي حامل هم هذاك التلميذ إلى جانب الأب والأم ديالو فهو الأستاذ. والدليل على ذلك بأن الأستاذ يقدر يكون يدير إضراب اللي هو حق دستوري على حقوق ديالو إلى مشات ليه في مدة أسبوع أسبوعين إلى اعتصام مفتوح، ولا تحرك الوزارة ساكنا. إذا مصلحة التلميذ هي بيد الوزارة. إذا كانت الوزارة فعلا عندها هم للتلميذ فيجب أن تجلس مع الأساتذة وتحقق المطالب ديالهم اللي هي عارفة بأنها مطالب عادلة ومشروعة. الدليل الثاني على أن الأستاذ ليس هاوي إضرابات ناشي هاوي عطل، أن أيام الإضراب تقتطع لنا من الأجرة ديالنا. هل يعقل أن الأستاذ بهذيك الأجرة الهزيلة ديالو يعني يعطي إضرابات هباء، يقدم اقتطاعات مجانية فبحال حنا زيد عندنا فلوس؟ إذا الإضرابات اللي كنديرو حنا بالعكس حنا يضرنا ويحز في أنفسنا أن التلاميذ ما كيقراوش، كذلك يحز في أنفسنا أن مكاننا الأصلي والطبيعي هو حجرات الدرس وليس الميدان والشوارع، لكن نحن مرغمون ولسنا هاونا إضرابات. بحال هذه الوقفة كتجي في إطار الأشكال النضالية لإصدار التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بطبيعة الحال ضدا فيما سنته الوزارة من نظام أساسي واللي بطبيعة الحال كيزحف على مجموعة من الحقوق ومكتسبات الشغلة التعليمية، وهذا عرس نضالي بطبيعة الحال من أجل التصدي لهذا النظام الأساسي واللي بطبيعة الحال أثقل كاهلة المدرسين مجموعة من المهام والتي سيؤدونها مجانا بطبيعة الحال، واللي هذا الحوار ما لا ينصف نساء ورجال التعليم نهائيا، بالعكس أنه نظام أساسي كارثي. والآن الكل يحتج، قطاع التعليم حاليا يعرف زلزالا من الاحتجاجات والنضالات إلى حين إسقاط هذا النظام الأساسي الذي بطبيعة الحال زحف على كل مكتسبات الشغيلة التعليمية. كل ما ركمت الشغيلة التعليمية لأزيد من 60 سنة، الآن الوزارة والحكومة تعمل على بطبيعة الحال على الزحف على هذه المكتسبات، وبطبيعة الحال احنا ما مفكينش إلى حين إسقاط هذا النظام الأساسي. معاناة ديال النساء ورجال التعليم واللي احنا عارفينها بطبيعة الحال، لا يعقل أن الأستاذ كيبدأ في الشغل ديالو ب 5000 درهم أو أقل من ذلك في ظل الزيادات الصاروخية اللي عرفتها الأسعار والأوضاع المزرية الاقتصادية والاجتماعية للنساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى بطبيعة الحال أن حاليا المطالب ديالنا أول مطلب الأساسي وهو إسقاط هذا النظام، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور اللي كتخلي الأستاذ قادر على يواكب هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبالإضافة لمجموعة من المطالب الأخرى اللي كتعرفها واللي كيجسدها أن النظام الأساسي جات به الوزارة بدعوى أنه سيكون منصفا، ولكن جاء وفكك المنظومة بشكل كبير وقسم الفئات التعليمية إلى مجموعة من الفئات، بمعنى أنه لم يكن لا منصفا ولم يكن عادلا نهائيا. بداية كنشكروا مدار على هذه الفرصة. نحن كأطر دعم ملحقين سابقا
مختصين حاليا نشارك في هذه الوقفة مع التنسيق الوطني للتربية والتعليم، وذلك من أجل المطالبة ببعض المطالب من بينها تحديد ساعة العمل في 24 و 21 حسب الأسلاك، كذلك فتح المسارات لولوج الإدارة التربوية والتوجيه والتفتيش، الحق في حركة انتقالية إلكترونية مكشوفة المناصب بدون قيد أو شرط، والزيادة في الأجور. ونحن مع التنسيق الوطني في جميع الخطوات النضالية التي يرسمها، وشكرا مجددا لمدار على هذه الفرصة. ثلاثة، أربعة، خمسة، ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.